فتحت الراية البيضاء مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر السنتين في شوطنا الثاني في جزء الأول، والانطلاق الآن لمكان في المركز الأول مع الملاحقة من الخارج لدهاق، وكذلك رقم 13 سكود، وشاهد أيضا السهم الأجواد يحاول في المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع محاولات أيضا لمعانق الفوز في هذه اللحظة للمركز الخامس في هذه اللحظات مع الصدارة والجواد دهاق المركز الأول، مع محاولات كذلك وشاهدها لسكود أيضا للتقدم في هذا الشوط. المنافسة الشرسة بدأت بين الجهاد والأفراس المنتجة محليا عمر السنتين في شوطنا الثاني في جزء الأول، ولازالت الصدارة لدهاق في هذا الشوط بن مجسيس في شوطنا الثاني في جزءه الأول مشاهدين الكرام، مع محاولات تشاهدها الآن لبقية الجهاد المشاهدين ودهاق، يحاول أيضا المحافظة على المركز الأول مع محاولات للدخول في هذه اللحظات لمكن على ما يبدو في هذه اللحظة، بل أفندم الآن إلى المركز الأول، بل مكن الآن المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، وفوز وخطف المركز الأول لرقم 2 مكن لفائز أحمد محمد إكرام.